موضوع الرينال فيزيولوجي وصلنا الى موضوع الرينال ميكانيزمز فور اكسكريتنج ديليوتد اور كونسنتريتد يورين. احنا مثل ما نعرف انه الكدني باستطاعتها ان يعني تسوي لنا تخرج لنا في السوائل بكميات كبيره اذا كانت ديليوتد يعني مخففه او كميات قليلة إذا كانت هذه السوائل مركزة، تعتمد حسب الأوزمولاريتي التي تتراوح من 50 إلى 1200 أو 1400 حسب المنطقة. اللي إحنا اللي أريد نقوله، يعني أريد أنه نفهم هذا الموضوع نوصله، بس ثواني على مدة أشوف أكو بعض الطلاب دي يعني يبدو عندهم مشكلة. نرجع ونقول إنه الكلية بإمكانها إنه تخرج تسوينا يعني تفرز لنا البول اليورين بالأوزمولاريتي تكون منخفضة حتى تصل إلى 50 ملي أوزمول بير لتر. يعني ويعتبر هذه القيمة أو هذا المقدار يعتبر هو سدس الأوزمولاريتي بالجهة المقابلة أو عكس من ذلك. إذا كان هنالك عندما يكون هناك عندنا نقص بالماء، يعني قلة وجود السوائل والماء والأوزمولاريتي تكون عالية، فإن الكلية شو تسوي؟ تسوي لنا ريجوليشن تنظيم بحيث يقوم إفراز يورين بتراكيز كلش عالية بحدود 1200 إلى 1400 ملي أوزمول. اي بمعنى اخر على بقدر نفس الاهميه انه تفرز كميات كبيره من بول يكون مخفف او كميات صغيره من بول مركز، بس بشرط مهم جدا وهو انه ما تحدث عندنا اي تغيرات في معدلات السكريشن للصوديوم، يعني المواد المذابه مثل الصوديوم والبوتاسيوم والكلورايد والكالسيوم وغيره. وهذه طبعا هذه الامكانيه لا تتوفر الا في الكدني، وهي مهمه جدا لغرض البقاء، يعني المحافظه على الحياه وتبقيها مستمره، خصوصا عندما تكون يكون الانسان يتناول سوائل قليله. طيب اذا انخفضت الاوزمولاريتي بالبادي فلويدز بشكل كلش منخفض، يعني بمعنى ان فتكون السوائل كلش مخففه للغايه، يعني اوتوماتيكلي او يعني بشكل طبيعي هي الكليه يعني تفرز الفائض من هذا الماء على شكل بول مخفف، وبالتالي ايش راح يسوي؟ ترفع لنا من الاوزمولاريتي والجسم الى المعدل الطبيعي، والعكس هو الصحيح بذلك، والعكس هو الصحيح. وين هذا من صار هذا؟ إذن الميكانيزم الأولى وهي يسموها the renal mechanism for excreting diluted urine. إحنا نتذكر الكلام اللي حكينا إنه إحنا عندنا أقسام النفرون بها تمتد بالكورتكس وبالمديولة. إذا خلينا نبع بهاي الصورة، الرسم اللي على الجهة اليمين تلاحظون إنه الخط هذا اللي بدأ تمشي عليه المؤشر، ما أعلى الخط هي الكورتكس والأسفل هو المديولة، سواء أوتر مديولة أو إنر مديولة. العلامة الأسهم اللي بالأسود تعني أكتيف ترانسبورت لأي عنصر مؤشر عليه، الأبيض يعني الباسيف موفمنت أوف أور أوزموزيس مثل الماء. هذه الأقسام والأرقام المؤشرة هي تمثل الأوزمولاريتي، اللي في الداخل الأنبوب هو يمثل التوبولار لود أو تيوبولار فلويد أو يورين أو شو تسميه، أما اللي خارج الأنبوب يعتبر هذا يسمى بالإنترستيميديال أو إنترستيشيوم أو الإكسترا سيلولار فلويد أو السوائل المحيطة باليورناري تيوبيول. إذن الرينال ميكانيزم فور اكسكريتنج ديليوتد يورين، نبدا بالبروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول. زين، عندما يصير هذا السائل او جريان الفلويد في هذا القسم
وتتدفق يعني من الجلوميرولاس الى التيوبيولز، يصير يعني ري ابزوربشن للسوليوت والماء بنسب متساويه، بحيث اي تغيير اللي راح يحدث راح يكون تغيير فقط طفيف جدا على الاوزمولاريتي. فبهذه الحاله ايش يكون يعتبر السائل يسمى ايزوتونيك، وننتبه لهذا التشخيص انه يكون ايزوتونيك بحد يعني مع الاوزمولاريتي بحدود 300 ملي اوزمول. طيب وبمرور هذا السائل الى اللوب اوف هنلي شو يصير؟ يتم امتصاص الماء عن طريق الاوزموزيس ويصل الى يعني الى السائل التيوبولار فلويد، ويصير وثم الى يصير مع توازن مع الانترستيشال يعني فلويد انترستيشال فلويد. وبهذه الحاله ليش يصير هذا التوازن؟ لان يعني يصير عندنا لانه احنا عندنا دنباوع من الاوزمولاريتي اللي موجوده في الانترستيشال راح تكون بحدود 1200، بمعنى أربعة أضعاف الأوزمولاريتي بالأوريجينال أوف جلوميرول فلتريت. لذلك بهالحالة التيوبولار فلويد إيش راح يصير بيه؟ راح يصير بيه مور كونسنتريتد. ليش؟ لأن قلنا إحنا الأوزمولاريتي راح تكون بحدود 1200 as it flow into the inner medulla من يعني من يتم جريانها إلى الانر مديولا. تلاحظوا هذه الانر مديولا يصير عندي الاوزمولاريتي عاليه فيخرج الماء فتصبح مور كونسنتريتد. اذا بالاسندنج ليمب الصاعد سبيشالي ذا ثيك سيجمنت هذا القسم ثيك هذا الثيك تشوفون الصوديوم والكلورايد الصوديوم ايونات الصوديوم والكلورايد زين والبوتاسيوم ار افيدلي ري ابزورب. يعني شنو افيدلي؟ افيدلي يعني بشكل شره بالترجمات او كبير جدا، يصير اعاده امتصاص له. وعلى الرغم من انه هذا على الرغم من انه هذا البورشن اوف التوبيول هو يكون امبيرميبل للووتر اسندنج، تتذكرون احنا قلنا هذا الثيك اسندنج يشبه البروكسيمال يكون امبيرميبل تو ووتر واليورا. لذلك اذا هو امبيرميبل راح تجي له العناصر اللي جتنا كانت هايلي كونسنتريتد من لوب اوف هنلي راح تواجه كميات كبيره من الماء. فايش راح يصير بهذا الحاله؟ راح تتخفف يصبح ديليوتد زين وتستمر بالجريان الى الاعلى باللوب اوف هنلي الى ان تصل الى نيرلي ديستال تيوبيول وذ اوزمولاريتي ديكريزينج بروجريسيفلي اباوت ملي اوزمول باي ذا تايم and by the time fluid enters the early distal tubule. هذا الرسم هنا يعني باعوا الاوزمولاريتي بدت 300 كانت تقريبا هنا ايزوتونيك ثم صارت هايبرتونيك ثم صارت هايبوتونيك مره ثانيه تبدا تلاحظون خصوصا عندما تبدا بالدخول بالديستال تيوبيول. لذلك السوائل اللي تبدا تدخل بالكولكتنج الديستال والكولكتنج تصير اوزمولاريتي مالتها ثلث تقريبا الاوزمولاريتي مال البلازما اللي كانت هنا في البدايه 300 هنا كانت 1 اصبحت 300. وهذا الديليوتد فلويد يستمر بالجريان الى الديستال تيوبيول الى او يصير بالكولكتنج الى ان يصير عنده اديشنال ري ابزوربشن للصوديوم كلورايد الى ان يصل بالنهايه الى بحدود 50 ملي اوزمول مع وجود شرط جدا 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 مهم. هاي العمليه تتم في هذه المنطقه بغياب in the absence of antidiuretic hormone، لانه لو كان الانتيدايوريتك هرمون لكان لنا حديث اخر راح نشوفه الان من نتكلم عن الكونسنتريتد يورين. زين اما الميكانيزم اوف اكسكريتنج كونسنتريتد يورين فأنا هنا يجب أن تتوفر عندي احتياجين أساسية مهمة. الأول يجب أن تتوفر عندي مستويات عالية من الأنتيدايوريتك هرمون، وثانيا يكون عندي High Osmotic Gradient along the renal medullary interstitial. الصورة هنا أوضح. أول شيء يجب أن يتوفر عندي الأنتيدايوريتك هرمون، والشيء الثاني يجب يكون عندي هذه الجراديانت ثابته هاي
جراديانت يعني التدرج بالأوزمولاريتي. اولا احنا حكينا على الانتيدارتيك هرمون وقلنا شو يسوي؟ يسوي انكريز البيرميابيليتي اوف ديستال تيوبيول ديستال كولكتنج والكولكتنج بشكل كلش افيد لي ايضا ري ابزورب ووتر، يعني الماء يخرج بشكل كبير، باعوا هذا السهم مش كبره، بشكل كبير جدا يخرج الماء من هذه الاقسام من التيوبيول، وبالتالي ترتفع الاوزمولاريتي باعتبار انه تصبح تركيز السوائل كلش عالي بهذه العناصر، والاوزمولاريتي تصبح الى بحدود ال 1200 ويكون هو هذا مركز يعني. والانتي تارتك ذكرنا احنا يعني يكون يفرز لنا من البيتيوتري، وعندما تكون بادي فلويد تو كونسنتريتد بوستيريور راح تتحسس وتعطيني اعاز للكدني بهذا بهاي المنطقه تسوي لي ريابزوربشن. بشكل معاكس مره اخرى نذكر absence of antidiuretic hormone the kidney excrete diluted urine، نرجع على ديت الميكانيزم، thus removing excess amount of water from the body fluid and causing them to become concentrated once again. هذا فقط عندما تكون بغياب الانتيدارتيك هرمون. اما هذه هنا الجراديانت هاي اوزموتيك جراديانت along the renal medullary interstitial، يعني فقط بالمديولا، هاي هنا في هذه مديولاري انترستيشال ما لي علاقه بالفوق مو بالكورتيكال، بالمديولاري يجب ان تحافظ لي على هذه المستويات بشكل متدرج. الان راح نتكلم عليها وراح نشوف شنو هي. الكيدني استابلش استيت يعني خلينا نقول تولد لنا او توجد لنا حاله من الهايبر اوزمولاريتي اوف مديولاري انترستيشال فلويد. نرجع نشوف شوفوا ايش قد هذه هاي الانر ميديولا هايبر اوزمولاريتي هاي بالانترستيشال هذه 1200 زين. وهذه الحقيقه مينز 300 اوزمول ات ذا كورتكس اباوت 800 بالملي اوزمول اوتر و 1200 1400. انا راسا جيتكم على 300 حدود 600 او 800 ثم تصبح هنا عندي 1200 الى 1400. تلاحظون شلون هاي من يسوي لي اياها تسوي لي هذه كده. هذا الجراديانت هذا احنا اللي دا نقصد عليه الجراديانت من انترستيشال يجب ان يتم المحافظه عليه كشرط لاجل تكون الكونسنتريتد يورين جنبا الى جنب مع من؟ مع وجود الانتي دايرتيك هرمون. لذلك هذا التدرج الثابت 300 800 1200 ينتج عن طريق العمليات اللي تحدث باللوب اوف هيلي بخطوتين. الخطوه الاولى او النقطه الاولى او الميزه الاولى تسمى بالكاونتر كرنت مالتيبلايرز، والثانيه المحافظه على هاي العمليه عن طريق الفازركتا از اكاونتر كرنت اكستشينج، بالاضافه الى الـ يعني الجريان بالبلاد بالمديولا والرول اوف يوريا. هاي عوامل مسؤوله عن المحافظه على هذه العمليه الفازاركتا والسلايت ميديولاري بلاد فلو والرول اوف يوريا. نحن نتكلم عن كل نقطه من هالنقاط بشكل كلش مختصر وبسيط نوضح ماذا تعني هذه الكاونتر كرنت مالتيبلاير الاولى كاونتر كرنت مالتيبلاير. الكاونتر كرنت سيستم هو شنو هو؟ از ا سيستم ان ويتش ان فلو رانز بارالل او كاونتر يعني اوبوزيت تو اند ان كلوز بروكسيميتي تو اوت فلو فور سم ديستانس، يعني الداخل السوائل الداخله تسير بشكل موازي او معاكس او مقارب الى الاوزمولاريتي اللي الحين ما يتم خروجه لمسافات او جريانه لمسافات محدده.
هذه ممكن ان تحدث باللوب اوف هيلي والفازا ركتا اوف ذا رينال ميديولا. يعني الفازا ركتا والرينال ميديولا رجاء العفو مع موليتيوب لوب اوف هيلي هن رجاء تفهموها بشكل اللي مع الاسف ما اقدر اصور لكم اياها شلون ما عندنا مو حضوريا ان شاء الله اشوفكم اياها على الايد اني سويته. يعني اذا نجيب الاصبعين الاولى السبابه والوسطى مالت اليد اليمنى ونحطهن بصف السبابه والوسطى مال اليد اليسرى صفها واحده بصف اللوخ راح يصير عندي يعني حرف في في اثنين. شلون هاي مال علامه النصر؟ هاي الوحده اليمنى مال ايد اليمنى تمثل اليورينال تيوبيول والمال اليسرى تمثل لي الفازا ركتا. هذني بشكل طبيعي موجودات بالانترستيشال مديول مديولا عفوا انر مديولا هن في مسافات متقاربة جدا. فالسوائل اللي تمشي بها إما تمشي بشكل باراليل أو بشكل معاكس واحد عكس الآخر أو بشكل مقارب إلى الجراديانت على مود تحافظ لي على هذه الكاونتر كارنت مالتبلاي. وهذه الأوبريشن ممكن أن تحدث حسب بالشكل التالي ميكانيزم بشكل أو تعتمد على ما يأتي. أولا الاكتيف ترانسبورت اللي يحدث اوف سوديوم اند كلورايد اوف ثيك سيجمنت نلاحظ هنا لاحظوا اكتيف ترانسبورت ده يحدث المن هنا بالذات المن للصوديوم والكلورايد اوت اوف ثيك فروم ذا تيوبولار لومن تو ذا انترستيشيوم. هاي الصوره توضح ذلك. شوفوا هذه الصوره وهذه بالذات هنا بالثيك سيجمنت بعد اكثر وضوحا. هذا الثيك سيجمنت هي هذا الانترستيشن. وهذا ايش راح يسوي لي؟ راح يسوي لي يحدث لي او يوجد لي هاي اوزموتيك جراديانت بتوين انترستيشال فلويد ذا فلويد ان ذا ثين ديسندنج لوب اوف هيلي ويتش از بيرميبل تو ووتر. اذا نرجع للصوره باع شوف سوى لي راح يسوي لي فد وسط تكون هاي اوزمولاريتي ويخلي يسوي لي بهالحاله لكون عندي هو امبيرميبل تو ووتر بالديسندنج ليم اوف هنلي. فبهالحاله راح يزيد لي شنو من كميه خروج العفو من كميه خروج الماء بالقسم اللاحق بوجود الانتيدارتيك هرمون الى الانترستيشال ويحدث عندي التركيز في اليورين. هاي اول عملية. الثانية movement of water by osmosis from the thin descending of loop of Henle to the interstitial. باعوا الصورة باعوا هذا الماء أيضا هنا ما خلين صورة هنا أيضا ليخرج الماء إلى الانترستيشال ليخرج الماء إلى هنا كذلك طبعا بوجود الانتدارتك بس هنا مراسمي هنا بوجود يخرج الماء ايضا الى الانترستيشال. ثالث the continuous inflow of a tubular fluid from proximal with outflow in the distal and all the above process are essential to produce increasing osmotic gradient along the medullary interstitial fluid. يعني شنو المقصد هنا؟ يستمر جريان من البروكسيمال الى الديستال مع المحافظة على هذه الجراديانس اللي قلنا عليها من 300 800 1400 1200 إلى 1400 لغرض تكوين أو المساعدة في تكوين concentrated urine. كيف نحافظ على هذه الجراديانس؟ شلون نحافظ عليها؟ عن طريق بمساعدة الحالة يعني المساعدة اللي تحدث عن طريق الفازا ركتا مع التعاون فيما بين الفازا ركتا بشكل اساسي بلاد فلو اللي يجينا. على الرغم من انه تتذكرون قلنا احنا 20% من كاردياك اوتبوت هو يروح للكدني و 98% بالكورتكس بس 2 من عنده 2% بالانترستيشال. وبما انه احنا دا نحكي على الميدولري انترستيشال فنتكلم على مقدار قيمته 2%. اذا المحافظه عليها انه محافظنا انه يكون كميات بلاد فلو فيري سلو فتمثل فقط 2%، فهي راح تساعدنا بالمحافظه على هاي انترستيشال اوزموتيك جراديانت.
زين، وبنفس الوقت شو تسوي؟ لازم هاي الفازركته او البلاد اللي يجيني لازم يوفر لي نيوتريانت تو ذا سيل اوف ذا مديولا، يعني الخلايا اللي موجوده هنا بالمديولا، هاي المديولا اللي هنا 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 مو اكو خلايا، هاي خلايا مو تحتاج ان تؤدي وظيفتها وتحتاج نيوتريانت، ف من تجيني نيوتريانت الها لازم ما تاثر لي على السوليوتس والتراكيز المواد اللي موجوده في داخل سواء التوبيول او بالفازركته، فيجب ان تبقى، يعني بمعنى اخر تجي هذه النيوتريانت للمنطقه وتؤدي دورها ولا تؤثر على تراكيز المختلفه اللي راح موجوده على مود يتغير عند الجراديانت، وهذه ممكن ان تتحقق لانه البلاد اولا البلاد فلو يكون عندي قليل، والشيء الثاني هو انه الشيب اوف لوب اوف هيلي اوف ذا فازركتا كابيلاريز يشبه يعني يصير بشكل متوازي مع اللوب اوف هيلي، الفازركتا مثل ما ذكرت مع اللوب اوف هيلي، وبما انه يصيرون اثنينهم بشكل متوازي احيانا معناها تخرج السوائل من الفازركتا من اللوب اوف هيلي تدخل الى القسم النازل من اللوب اوف هيلي، يدخل في القسم النازل من فازركتا وتخرج السوائل وتدخل السوائل من القسم الصاعد من اللوب اوف هيلي الى القسم الصاعد من فازركتا الصاعد او فازركتا، وبالتالي ايش راح يصير؟ راح يحافظ لي بنفس الوقت على المكونات او على الاوزمولاريتي بحيث ما تتغير او يصير التغير ليتل نت تشينج زين بالكونسنتريشن اوف ميدولاري انترستيشال فلويد، وهذا يعني الليتل تشينج ما ياثر على هذه الجراديانت، لذلك تعتبر ذا اكشن اوف فازركتا از كاونتر كرنت اكستشينج هي الاساس في هذا الموضوع، وهذه الاكستشينج ميكانيزم ورك يعني تعمل بالشكل التالي، اذا انباعوا بالصوره الثانيه هاي اذا تباعوه هذه فازركتا تشبه من؟ تشبه اللوب اوف هيلي، هذه الصورة اللي مرسومة بخط اليد هذه هنا تشوفوها هي نفسها، هاي نفس الموضوع، واحدة بصف اللوخ هذه لو نشيلها نطابقها على الثانية تصير أختها بصفها، فإذا أول شيء البلود فلو اللي يجيني هنا بالفازركتة شنو مواصفاته أو شنو شلون تشتغل هاي الميكانيزم، moving down descending portion of فازركتة passes through area of increasing osmolarity، نلاحظ نشوف هذا البلاد اللي دا يمشي بالهذا يعني داخل فازركته دا يمر بمناطق هاي اللي قلنا عليه الجراديانتس، هنا صرنا اكثر تفصيلا 300 400 نبدي منها الاساس مالنا، لان هذا هنا تقريبا بالكورتكس هنا بالميدولا 600 او 800 400 800 او 600 900 قريبه 1200، اذا هذا البلاد الديمور ديمر بمستويات مختلفه من الاوزمولاريتي وبدوره هذا شيء شنو يعني راح يصير ريسبوندينج تو اوزموتيك بريشر واستجابه للاوزموتيك بريشر الحادث اللي صار عندي ووتر ديفيوز اوت اوف بلاد انتو ذا انترستيشل اند ات ذا سيم تايم صوديوم كلورايد ايونز ديفيوزز انتو بلاد از ريزلت اوف ا هاير كونسنتريشن اوف انترستيشل، باوع على الصوره من يصير عندي تغيرات بالاوزموتيك بريشر الووتر يخرج وتدخل الصوديوم كلورايد، ووتر يخرج تدخل صوديوم كلورايد، لاحظوا شلون؟ لاحقا او الخطوه اللاحقه if this blood flow left the medulla the NaCl would be removed and lost to the osmotic gradient، لاحظوا من يبدا عندما يبدا بالصعود جريان البلاد فلو بالفازركتا تبدا بالعكس العمليه تبدا يخرج الصوديوم كلورايد وتدخل، ليش؟ لان تحولت عندي يعني مثل ما تحولت عندي الجراديانت من الاوطى الى الاعلى صارت الان بالمقروبي اوبوزيت يعني اوبوزيت دايركشن، فالفازركتا ايضا تعكس الاوبريشن مالها فروم higher to lower osmolarity، يعكس دخول الماء وخروج الصوديوم كلورايد، اذا هذا يستمر جريان البلد اللي هو يصبح viscous يعني لزج
الى الاسندنج بورشن اوف فازاركتا ثرو اريا اوف ديكريزنج اوزمولاريتي، مناطق انخفاض الاوزمولاريتي. ذا بلاد ريجينز ذا ووتر، مره ثانيه يستعيد الماء ويخرج عندي اللوزز اوف السوليوت. ذا نت ريزلت ايش راح يسوي؟ انه البلاد اجى جاب لي النيوترينت ورجع بدون ما اخذ من عندي اي شيء اضافي، يعني جاب لي نيوترينت دخلها لهنا الى هذه، باعوا شلون؟ جاب النيوترينت الى الانترستيشيوم او السيلز وخرج بدون ما يسوي لي واشنج الى بقيه الايونز. هذا القسم الاول مال اليوم، هسه راح نكمل ان شاء الله. هسه ان شاء الله نشير لكم اياه، ثواني. ايضا طلع عندكم هسه البرزنتيشن الجديد طلاب، regulation of extracellular fluid، تمام؟ بالكلاس جماعة كلاس روم، وبالاف سي سي ايضا واضح مو تمام؟ اقول لكم احنا ايش فرقنا؟ شو همينا حضور تعبان، شنو الفرق لو خلعد لو خلي البارحة حاكيها احسن وفاضي. ها؟ على كل اللي استفاد اني ايش اريد منه؟ انا اهم شيء اريد الفائدة العامة تصير لكم. اذا كيف تحدث عملية regulation of extracellular fluid؟ regulation of extracellular fluid. ال extracellular fluid تعرفون انتم اهميته للجسم انه يحافظ لي على المكونات او خلينا نقول العناصر المختلفة بتراكيز ثابتة لاجل ان تحدث مختلف العمليات الأيضية بداخل الجسم. والمحافظة عليه أو الريجوليشن مادة تحدث بميكانيزم مشابهة للأرتيريال بريشر كنترول، يعني نفس ميكانيكية المحافظة أو تنظيم الضغط الدم، أيضا تتم مع ميكانيكية تنظيم السوائل، حجم السوائل حجومها بالتحديد الحجوم مالها. هنالك ست خطوات أساسية رئيسية، 6 major steps in this mechanism. الأول أولى نعددها وثم نرجع نفصلها على مدتش مش، لأن هنا أكو يعني نقاط واحدة داخل النقطة. أولا تسمى volume receptor reflex، ثم بعد ذلك تأتي slight increase بالblood volume، increase in cardiac output وslight كذا كذا. فإذا أول نقطة هي بها تفصيل وهي الأساس مالنا بالفهم. احنا نعرف انه الفوليوم ريسبترز هي عبارة عن يعني متحسسات للتمدد الذي يحدث في السوائل او بالتحديد سوائل في البلازما. وهي وين يكون موقعها؟ موقعها بالرايت اند ليفت اتريوم، بينما بالضغط وين تكون موجودة هاي البارو ريسبترز مع الضغط بارو اعتبار على بارو ريسبتر، تكون موجوده في جدران الاوعيه الدمويه الارتريز الكبيره. هسه راح نوصلها ونحكيها. اذا هذه الريسبترز اللي موجوده في الرايت والليفت اتريوم، عندما يكون كميات البلد تصبح كبيره او راح تزيد لي الضغط في داخل الاتريوم.
بشكل يعني منطقي طبيعي معروف هذا تكلمنا عليه احنا بالبرشر فوليومز والفوليوم تشينجز برشر تشينجز العفو تشينجز من تكلمنا على الكارديو فاسكولار سيستم. من راح يتمدد هذا الجدران راح يتحسس الى يصير عنده استجابه او ريسبونس. اولا استجابتين، الاولى بالسنترال نيرفس سيستم ريفلكس، والثاني يسموه اتريال ناتريوريتك فاكتور او هرمون اللي احنا تكلمنا عليه سابقا وقلنا اي ام بي او هنا نسميه اي ان اف لين فاكتور ريليز. شو يصير هاي لما يتحسس ينفرز هو طبعا من جدران شو اسمه سبيشال سيلز موجوده بال اتريال وول تفرز لي هذا الهرمون عند ما يصير عندي زياده بالبلد فوليوم راح تتحسس تنطيني عاد العفو إعاز بأنه زاد الضغط والضغط راح يسوي لي فد إشعارات إلى الهاير سنترز ويصير توازن بشكل رئيسي. بس هذا وين راح يشتغل؟ ينطيني إعاز، ينطيني إعاز هذا الهرمون يشتغل الرينال على الرينال التشيو يخلي لي يزيد من صوديوم اكسكريشن and consummate water loss يعني بشكل واضح وجلي جدا كميات فقدان كميات كبيره من السوائل ومن الماء ومن عندما الجسم يفقد الكميات من الماء يعني طبيعيا راح تنخفض سوائل الجسم او بالتحديد البلازما يصير انخفاض وتعود الى حجمها الطبيعي. هذا العامل الثاني. العامل الاول هو هذا الاي استجابته سنترال نيرفس سيستم ريفلكس. شو يصير عندما يصير عندي ستريتش بالاتريال ترانسميت نيرف سيجنال انتو ذا برين ذيس انترن الكت تو امبورتنت رينال ريسبونس اللي هي تسرع لي من عمليه رجوع البلاد فوليوم الى النورمال وذن نورمال وذن اورز. شنو هي الاول سمباثيتك نيرف سيجنال تو كيدني انيشيت انهبيتد يعني يصير لها لهذه السمباثيك نيرف سيجنال اللي موجوده ايش راح تسوي لي؟ راح تسوي لي زياده في الريت اوف يورينري اوتبوت يعني بدل ما كله اللي يصير عندي يورينيشن كل نص ساعه راح يصير كل ربع ساعه. فاذا زياده عمليات او مرات خروج السوائل من الجسم راح تخفض بالشكل النهائي من حجم السوائل وبالتالي تنخفض عندي الكميات البلد اللي تسببت لي الضغط على جدران الشرايين ويعود الوضع الى حاله طبيعي. الثاني انه السيجنال من الاتريال ستريتش ريسبترز اللي قلنا عليها هاي اللي موجوده بالاتريوم او فوليوم ريسبترز انهبت ذا سكريشن اوف انتي دايريتك هرمون. احنا ايش قلنا اللي تسمى حكينا على الكونسنتريتد والديليوتد قلنا اذا اكو انتي دايريتك هرمون يسبب زياده بالامتصاص الماء ويعيده الى الانترستيشال يطلع عندي كونسنتريتد يورين. انا هنا بالعكس اريد انا عندي سوائل هوايه بالانترستيشال اريد اطلعها فلازم اطلع ديليوتد يورين. لازم شو اسوي؟ لازم اوقف الانتاج مال او سكريشن مال انتي دايريتك هرمون من البيتيوتري بوستيريور بيتيوتري زين وبفقدان هذا الهرمون الكدني راح تسوي لي اكسكريشن لكميات كبيره من الماء وبالتالي تنخفض سوائل الجسم وتعود الى وضعها الطبيعي. هنا ملاحظه جدا مهمه احنا خلينها لا كلها خليتها جواها خط. شنو عندي اللي عندي يعني الفاينل ديترمينيشن للليفل مال البلاد هذا فوليوم final determination بالاساس يتحكم يعني يصير عندي يعتبر هو كوظيفه اساسيه تتم عن طريق الكاردياك اوتبوت ليفل. ليش؟ لانه هاي الفوليوم ريسبترز حساسات اللي موجوده بالاتريا يصير لها adapt completely within 1 to 3 days and become no longer active. يعني اذا استمرت هاي السوائل 3 ايام بدها تشتغل على هالريسبترات، الريسبترات بعد من يوم الى ثلاث ايام تكون بعد ما تستجيب.
ما تصبح فعالة، وبالتالي هالميكانيزم تتوقف. إذا من اللي راح يحافظ لي أو يرجع لي البلاد فوليوم بشكل أساسي أو السوائل بشكل أساسي؟ هو الكاردياك أوتبوت ليفل، هو اللي يكون هو المعيار وليس الأكشن أو الريسبونس أوف ستريت ريسبتورز. طيب قلنا إذن الأول هي الفوليوم ريسبتورز. الثانية الستيب الثانية، مو قلنا عندنا ست خطوات أساسية ميجر على مود يتم عندي ريجوليشن للإكسترا سيلولر فلويد؟ الأولى فوليوم ريسبتورز حكينا عليه. اثنين الزيادة الطفيفة بالبلد فوليوم راح تزيد الكاردياك أوتبوت ماركلي يعني بشكل ملحوظ راح تزداد الكاردياك أوتبوت. هذه الزيادة راح تسوي لي زيادة بالضغط الشرياني arterial pressure بشكل ملحوظ، وهذه الميكانيزم بالذات يعني رقم اثنين ورقم ثلاثة الخطوتين requires many hours to develop full effect، تحتاج إلى بضعة ساعات عديد من الساعات لغرض أن تسوي لي التأثير الكامل، مو فوري خلال أول لا ما خلال يعني تراكمية التأثير مالها اللي عدة ساعات بضعة ساعات أو عدة ساعات يلا يبدأ التأثير الكامل لهذه الخطوتين. زين زيادة البرشر ايش راح تسوي؟ قلنا تروح على البارو ريسبترز اللي موجودة بالجدران الكاروتيد ايورتيك بورمناري آتري، وهاي ايش راح تفعل لي؟ راح تفعل لي same central nervous system reflex as the arterial volume receptors which lead to increase urinary output. يعني هاي اللي احنا دي تسجن قلنا عليها نجر جواها خطوط قلنا ثلاث انه اني الاستمرارية بالضغط على الفوليوم ريسبتر تكون بعد ما تستجيب تعطيني اعاز للسنترال نيرف سيستم ورا يوم الى ثلاث ايام. فاذا منو اللي يكون بشكل اساسي دوره يلعبها بشكل اساسي؟ هو البارو ريسبترز يبدي يتحسس الاوتبوت بعد الكمية كاردياك اوتبوت هواي لان يعني الفوليوم بعدها ما تغير. فشي تحسس الحجم بارو ريسبترز يصير يسوي ضغط اليمن على جدران الاوعيه او الشرايين الكبيره اللي بها بارو ريسبترز تنطي اعاز لنفس المراكز بالدماغ تاثر على نفس تعطي نفس الاعاز للكدني بحيث تعدل لي اليورنال اوتبوت الزايده من عنده الزايد كمياته والزايد معدلاته بدل ما يكون كل ربع كل نص ساعه يصير كل ربع ساعه. فاذا هذه هي البديل عن الميكانيزم الاول او ستيب ثاني. زيادة بالأوتبوت راح يسوي انخفاض بالإكسترا سيلولار فلويد، مبين المسألة بديهية هذه كنتيجة، وانخفاض بالإكسترا سيلولار راح يخفض لي الكاردياك أوتبوت مما يرجع إلى النورمال، مما تتوقف هاي الآلية ويرجع كل شيء إلى حالته توقف بعد الإحساس بالبارو ريسبترز وما أعرف إيش هذا الفوليوم ريسبترز. هذه الفاكتورز خصوصا واحد واثنين وثلاثة وأربعة يعني multiply together to give the extremely high gain for feedback control of blood volume. يعني الأربع نقاط الأساسية الأولى هي اللي لها الدور الرئيسي والكبير في عملية إعادة blood volume عن طريق الفيدباك كنترول وعودة إلى المسألة الحالة الطبيعية. ما هو المكتورشن؟ مكتورشن يعني عملية الإدرار، كيف إنه الإدرار الإنسان يتبول. زين احنا نسميها بالتعريف مالنا الوظيفي هي اليورينري بلادر امبتيز وان ات بيكمز فولد، يعني من تمتلي المثانه البوليه يعني تفريغ المثانه البوليه عند الامتلاء، هذا هي التعريف مالنا الوظيفي. ولاجل ان نفهم هذه الوظيفه يعني ونعالجها بالحقيقه مو بس نفهم وشلون نرجعها لحالتها الطبيعيه او شنو اذا عندنا يعني خلي نسميها حالات غير طبيعيه اثناء عمليه الادرار اللي ترافق عمليه الادرار، لازم ان نعرف التجهيز العصبي النيرف سبلاي للمنطقه للبلدر على مود نعرف كل قسم من هذا شنو ايش يؤدي وش يسوي اذا صار به عطب او تلف او تاثير عليه. الاول هو يسمى ذا بلفيك نيرفس اللي تربط السباينال كورد الحبل الشوكي عن طريق السكرال بلكسس
اللي هي S2 and S3 تربط النيا السباينال كورد ويا البلادر عن طريق هذه البلكسس الضفيرة العصبية 2 و3 ساكرال. هذا النيرف شو اسمه الحوضي بلفيك نيرف بي بوث سنسوري وموتر نيرف فايبر. السنسوري نيرف mainly detect the degree of stretch of a bladder wall. يعني إذا باوعنا هاي الصورة هاي مباعوا هذا sensory neuron. هنا أنا عندي stretch receptors. هاي ينقل لي الإعاز أو الإحساس إلى البرين. من هو هذا النير اللي هو sensory. أما الموتر nerve fiber transmit in pelvic nerves. In the pelvic are parasympathetic يعتبر هو parasympathetic وهذه النهايات مات شو اسمه هاي البلفيك نير in the ganglion they are located in the wall of the bladder. يعني نهايات هذين الاثنين بمن ترتبط او نهايات وين تتواصل مع من مع أول موجودة في الجانجليون سيل اللي موجودة في جدران البلادر. عندي short post ganglionic nerve then innervate the deltoid muscle. أكو عندي short post ganglionic. إحنا مو قلنا جانجليون هذا اللي موجودة post ganglion short قصيرة من عدين تسوي لي innervation للديتوريوس مسل. يعني لو نباوع هنا أكو هاي ديتوريوس مسل يسموها موتر بعضهن تسبب لي يعني مسؤولة عن هذه الديتوريوس مسل أو ما تسمى external sphincter. التجهيز العصبي الثاني وهو الموتر سوماتيك فايبر اللي transmitted to bladder through pudendal nerve. إذا النيرف الثاني الانتاكت هو البودندال نيرف يسوي لي innervation للسكليتال مسل فايبر of external bladder هذه sphincter أيضا هنا هذا external sphincter bladder skeletal muscle بها external sphincter skeletal muscle stay contracted. هاي مكتوب يعني هاي بعدين راح نحكي يعني نشرح عليه شلون راح يصير التأثير شلون يجيني الإعاز وشلون يصير عندي من يصير تمدد بالمثانة. الشيء الثالث أو القسم الثالث أو النيرف أو التجهيز العصبي الثالث وهو يسمى بالhypogastric nerve fiber which connect the spinal cord spinal يسموه L2 spinal segment with the bladder and carry sympathetic fiber mainly to blood vessels and have very little to do with eukuration. هنا بس اشرح لكم اياها على مود لا تصير عندكم التباس. هذا الجزء من الهايبوغاستريك نيرف هذا هو يعني يوصل لي السيجنال اللمبر سبينال سيجمنت مع البلادر عن طريق السمباثيتك فايبر المن بشكل اساسي للبلاد فيسلز اللي موجوده في المنطقه. اند يعني دوره راح يكون كلش قليل في عمليه المكتشرشن ولكن وين دوره الاساسي؟ الاساسي يسوي كونتراكشن اوف بلادر مسل ذات بريفنت سيمن فروم انترينج ذا بلادر ديورينج ايجاكوليشن. يرجع هنا دورة المهم كلش مهم انه السيمن عندما يصير اثناء عملية الاتصال الجنسي ويبدأ بالإيجاكوليشن ما يروح للجمع بالبلادر. من اللي يمنعه؟ يمنعه المسلز اللي موجودة هذه بلادر مسلز. من تجيها الإعاز؟ يجيها من هذا الهايبوغاستريك نيرف فايبر فيمنعها من دخول البلادر وانما يوجهها نحو اليورثرا على مود يخرج الى الخارج الجسم. بعض هذه السنسوري فايبرز تكون فور بين اند فولنس سنسيشن اولسو باس اواي اوف ذا سمباثيتك نيرف. بعضهن تكون ذات احساس للألم ذات تحسس يعني sensory fibers للألم والفولنس fullness يسموها sensation الإحساس بالامتلاء عندما يصير عندك ألم في المنطقة أو الإحساس بالامتلاء هذه تجي عن طريق sympathetic nerve اللي تمر أيضا في هالمنطقة.
بعد ما افتهمنا احنا التجهيز العصبي كيف يحدث عند المكتشورشن ريفلكس الانعكاس التبول، عندما تمتلئ البلادر زين جدرانها راح تتمدد، راح يصير لي تحفيز او ستيموليت للستريتش ريسبترز خصوصا بالبلادر نيك. يعني البداية عندما تكون عندي حجم البلادر فوليوم بحدود 150 ml أمارك سينس أو فولنس أباوت 300 إلى 400، يعني بالبداية من يكون عندي الإحساس بحدود 150 ما راح يكون إحساس كلش كبير بالامتلاء، ولكن سينس أو فولنس آت أباوت 300 إلى 400 ml بل أكثر من هذا إلى 500 يوصل. And ذلك sensory signals are conducted to the sacral segment of the spinal cord through the pelvic nerve and then back again to the bladder through the parasympathetic fiber and this in the same nerve initiate micturition contraction of the deltoid muscle. باعوا هنا بالصورة أوضح لنا هنا يعني. هاي من راح تجيني بهاي المنطقة الإحساس بالامتلاء راح تنطيني بالنفس الجانجليون راح تنطيني إعاز إلى سموث مصل كونتراكشن هنا مهم جدا ويساعد في دفع اليورين الأسفل، والشيء الثاني إلى الكونتراكشن أوف السفنكتر مصل اللي إكسترنال زين ديتوريس مصل. Once micturition reflex begin, it is self-regenerative and the high pressure inside the bladder forces the bladder neck to open against its tonic contraction. يعني مثل ما هسه ذكرت ثاني مجرد يحدث عندي هذا الريفلكس وهو يعني يصير سيلف ريجينيراتيف يستمر ذاتيا ويسبب الضغط العالي اللي الضغط المرتفع اللي يبدا بالارتفاع في داخل بسبب الكونتراكشن داخل البلادر راح يسوي اجبار على هذه النك الى ان تنفتح لغرض مرور اليورين استنادا الى التونيك كونتراكشن، يعني التونيك كونتراكشن الانقباضات اللي تحدث بشكل مستمر. ستريتشنج ذا بلادر نيك زين اكزاسيربيت ذا انتنسيتي اوف ذا ميكتشورشن ريفلكس اند اولسو اكتيفيت انذر ريفلكس. يعني واحد يعني شنو معناها الاستمراريه بهذه التمدد بالبلادر نيك راح يسوي لي استمراريه او احداث فريفلكس ثاني واحد، يعني احداث لمكتشرشن ريفلكس واحد تلو الاخر لحين ما يصير عندي استكمال عمليه التفريغ واليورين، وبالتالي راح تتوقف لان بعد ما ينخفض الضغط عندي ويرجع التمدد الى وضع يعني يزول التمدد ويتعود البلادر الى حجمها الطبيعي. هذا الرفلكس passes to the sacral portion of spinal cord and then back through the pudendal nerve to the external sphincter to inhibit it. شلون يسوي لها انهبيشن؟ يعني شنو معنى انهبيشن؟ من يجيني انهبيشن عليها كانت هي متقلصه راح يصير لها ريلاكس، من يصير لها انهبيشن، وبالتالي من يصير لها ريلاكس راح تكون تنفتح فيساهم في عمليه خروج بشكل سلس، خروج السوائل الى اليوريثر ومن تالي الى اليوريثرا وتخرج الى الخارج. اذا كان هذا الانهبيشن هو مور بوتنت ذان ذا فولنتري كونستركشن سيجنالز فروم ذا برين ذن ذا يورينيشن ويل اكر. اذا كان هذا الانهبيشن اكثر مما من الفولنتري كونستركشن سيجنالز، ايش يعني الاشارات القبض بشكل الفولنتري ذاتيه، فبهالحاله اللي تجي من البرين يعني ينطيها اعاز بالكونتراكشن، فبهالحاله راح يصير عندي عمليه اليورينيشن، وبعد بضع ثواني مور ذان يعني لا تزيد عن ثانيه ريفلكس بيجن تو فاتيك الاونج رابيد reduction in bladder contraction مثل ما ذكرت، ومجرد ما تستكمل عندي العمليه وخروج كل هذه السوائل بحدود الدقيقه من يعني من عده ثواني الى دقيقه الرفلكس راح يصير له فتيق، يعني يتوقف عن العمل بشكل بس اجهاد الجهد ماله يضعف
مما يؤدي إلى أن تعود المثانة إلى حجمها الطبيعي بشكل كامل. هاي الصورة لغرض التوضيح وليس لغرض يعني اقروها أنتم يعني من تقرون اقروا على هذا الموضوع على الخطوات 1 2 3 2 يستمر بعدين 3 3 3 هنا كونتراكشن هنا راح يصير سفنكتر باسيفلي تفتح وهذا ايضا يسوي انهبيشن ويؤدي الى ريلاكسيشن الها وبالتالي تخرج السوائل. هذا الرسم توضيحي كيف احنا نسوي كنترول على هذا الريفلكس مكتوريشن وين يحدث. يحدث عن طريق الهاير برين سنترز بالطرق التاليه. الهاير برين سنترز اولا يعني تحافظ على هذا الريفلكس partially inhibited all the time except when it is desired to mucturate. اغلب الوقت تكون هو عندي inhibition لهذا الريفلكس لان لو كان هذا الريفلكس 24 ساعه يشتغل يعني الواحد كل ساعه عنده احساس بالبول وهذه من العلامات الغير صحيحه والغير صحيه بالجسم فهي اغلب الوقت تكون inhibited فيما عدا when it is desire to micturate عندي الرغبه في عمليه التبول اولا. اثنين او الطريقه اثنين الهاير سنتر بريفنت micturition تحافظ على المكتورشن even if a micturition او تمنع العفو even if micturition reflex occurs by continual tonic contraction of the external bladder until the convenient time present itself. شنو معناها يعني هاي حتى الهاير برين سنتر تمنع من عمليه المكتورشن حتى وان حدث هذا الرفلكس صار عندي رفلكس لكن انا من اللي راح يسيطر عليها وعلى الرغم من هاي التونيك كونتراكشن اللي قلنا عليها في اكسترنال بلادر سفنكتر ان تبقى الشخص شايفين انتم محصور ويحبس عمليه خروج البول الى ان يعني convenient time present itself يعني الوقت الملائم يظهر او يعكس نفسه امامي وش وقت هذا لما يكون في المكان الملائم ايضا يعني من يصل الى مكان يحس يشعر الانسان انه بامكانه انه يجري عمليه التبول فتحدث هذه الخطوه. زين وعندما تصير عندي the time arrive of urination the cortical centers الكورتيكال سنترز اللي موجوده بالقشره مال الدماغ شو تسوي كان فاسيليتيت ذا ساكرال مكتورشن سنتر تو هيلب انيشيت ا مكتورشن ريفلكس ايضا تساعد زين تستحدث او تساعد في انيشيت مكتورشن ريفلكس واحد تلو الاخر على مود يستمر الى ان يتم انتهاء الانتهاء من العمليه بشكل كامل واخراج جميع المكونات الموجوده بداخل البلادر وبنفس الوقت انهبت ذا اكسترنال يورينري سفنكتر تو ذات يورينيشن كان اوكر لغرض ان يصير عندي يخرج البول لازم نسوي لها انهبيشن لهاي الخليه العفو العضله اللي بشكلها الطبيعي هي شنو صاير لها صار كونتراكشن من نسوي لها انهبيشن تنفتح فهاي الوحده مع الاخرى تتوافق جميعها لغرض حدوث عندي اليورينيشن او نحافظ على الرفلكس بشكل مستمر. الثريشولد او الشراره اللي تحدث فور ذا مكتشرس ريفلكس مثل كل ستريتش ريفلكس يمكن تنظيمها وادجستد باي ذا اكتيفيتي اوف فاسيليتيتري اند انهبيتيتري سنترز بالبرين ستيم. انا عندي هذه الثريشولد يعني ممكن ان يصير لها ادجستشن او شو نسميه معيار تعاير نعايرها ونثبتها فعاليات مالها عن طريق اما انه الفاسيليتيشن او احدث ايجاد بالبونز اللي موجوده بقاعده الدماغ اند انهبيتري ان ذا ميد برين اللي موجوده الانهبيتري بواسطه الميد برين سنترز اللي موجوده بالميدبرين اما الفاسيليتيتري فتكون بالبونز سنترز اللي موجوده بالبرين ستيم اثنيناتهم لكن واحده بالبونز واحده بالميدبرين. اكو جهاز احنا يسموه سيستوميتروغرام
شنو هذا السيستوميتروغرام؟ هذا يقيس لنا التغيرات التي تحصل العفو، يقيس لنا الضغط اللي يحصل في داخل اي شكل دائري او شكل كروي يحتوي على سوائل في داخله مثل البلادر. زين، اذا هاي معناها يظهر لنا التغيرات التي تحصل في الانترا فيزيكال بريشر از ذا بلادر فيلز وديورن، بس هو بشكل عام كل هذا الجهاز يستخدم لكل تركيب او قسم من اقسام الجسم اللي يحتوي على سائل مثل اليورناري بلادر. شو يسوي بها؟ يظهر لنا التغيرات بالضغط اللي تحدث بها استنادا الى شنو؟ استنادا الى كميات السوائل اللي موجوده بالداخل في وسطه. يعني البلادر عندما يكون عند السوائل اللي بها مقدارها صفر، يعني ماكو اي سائل بها، فارغه تماما، فيقيس لي يعطيني مقدار الضغط عباره عن صفر، يسموه انترا فيزيكال بريشر از اباوت زيرو. بعد الوقت اذا امتلأت 30 الى 50 ام ال من اليورين صارها تجمعت داخل البلادر، راح الجهاز راح ينطيني من 5 الى 10 سنتيمتر ووتر. طبعا مقياس هذا الجهاز الضغط في هذا الجهاز يقاس بالسنتيمتر ووتر، كم سنتيمتر من الماء موجود يولد لي هذا الضغط في داخل هذا التركيب. فاذا انا من اجي اجيب الجهاز واخليه على البلادر وقاس لي 8 سنتيمتر ووتر، معناه ايش قد عندي متجمعه سوائل؟ راسا اقدر اقول بدون ما اقيسها بدون ما احسبها اقول تقريبا من 30 الى 50 وهي 8، يعني نقول تقريبا 40 سنتيمتر ام ال اوف يورين. نفس الوقت اذا زادت وهذا الضغط طبعا غير كافي، الحقيقه غير كافي لان يولد لي الرفلكس مال المكتشرشن. مع الوقت اذا تمت اضافه من 200 الى 300 ام ال صار تتجمع، اللي راح يصير انه هذا الضغط ما راح يتغير، يعني تغيير طفيف ما راح يصير، قد يجوز يصير 10 او 11 او 12. هذا الضغط ما اقدر اني اقدر بالكميه بالضبط، لان الكميه قد احنا قلنا يعني من 30 الى 50 هي تمثل لي 5 الى 10، لكن اذا زادت الكميه من 200 الى 300 اضافيه التغيير بسيط، ما اقدر اقول عليه هو 200 او 300 او 150، لكن نقول تغيير بسيط additional rise in pressure. ولكن ما يصير عندي بياند 400 و500 collection مال اليورين cause the pressure to rise very rapidly، رأسا يطفر الضغط بشكل عالي وسريع جدا، مما يعمل على شنو؟ راح يعمل على احداث المكتشرشن او التبول. هذه القصه اكتشفناها واحد عالم اسمه لابلاك، وانطانا فد قانون سموناه لو اوف لابلاك، اللي هو شنو؟ يعرفوا ذات بريشر ان ذا سفيريكال فيزيكس از ايكوال تو توايس ذا وول تنشن ديفايدد باي ذا راديوس. اذا الانترا فيزيكال بريشر يساوي مضاعف الوول تنشن مقسوم على او يعني الوول تنشن قد شد السطحي مضروب في 2 مقسوما على الراديوس اللي هو المحيط. في حاله البلادر اذا نطبق عليه هذا قانون لابلاك، التنشن انكريز مال السطح الشد السطحي زاد والتوتر. ليش؟ يعني امتلأت البيئه سوائل، لكن نفس الوقت عندي المحيط هم زاد، لذلك احنا شو يصير عندي؟ راح نشوف البريشر انكريز از سلايت انتل ذا اورجنز از ريليتيفلي فول، بمعنى من يزيد عندي 30 الى 50 راح يزيد الحجم، العفو المحيط ايضا راح يزيد، وبالتالي ايش راح يصير عندي؟ البريشر يبدا بالازدياد ما الى ان يصل الى نقطه تصبح هذا الاورجن فل وذ فلويد، يلا ذاك الوقت تصير عندي ماكسيمم بريشر.
حسب قانون لابلا. هنالك بعض الكلينيكال ابلكيشنز احنا ما عندنا شيء، بقالنا هذا ان الموضوع يعني بسيطه جدا اللي مرتبطه مع هسه اللي حكيناه بالتجهيز العصبي. شنو هي كلينيكال ابلكيشنز؟ هي الابنورماليتيز اوف ميكتشوريشن. شو وقت يصير عندي التبول غير طبيعي بشكل غير من يكون غير طبيعي؟ اولا الاولى تسمى بالاتونيك بلادر، وهي بسبب الدستركشن اوف ذا سنسري فايبرز فروم ذا بلادر تو ذا سباينال، ذيك اللي قلنا عليها. هذه السنسري، اذا نرجع الصوره يمكن ذاك هنا، هذا السنسري، هذا اذا انقطع، هذا اذا انقطعت عندي هذه الالياف العصبيه بعد ما توصل لي. Then prevent transmission of citrate signals from the bladder and therefore prevent micturition reflex contraction. وبالتالي بدلا من ان تصير عندي التفريغ بشكل periodically, the bladder falls to capacity and overflow a few drops. ما تكون عندي تعبر الكاباسيتي مالها زين، وتبدا فقط قطع a few drops، يعني قطرات محدده قصيره قليله فقط تخرج من اليوريثرا، وهذا ما يسمى بالدريبلينج او يعني التنقيط او البول النقطي او انكونتينوس سلس البول. الثانيه تسمى ذا اوتوماتيك بلادر. شنو الاوتوماتيك بلادر؟ سباينال كورد از دامجد، تلف بالسباينال كورد وبيا منطقه ابوف ذا ساكرال ريجن. احنا مو قلنا تتذكرون الساكرال اس 2 3 فوق هاي المنطقه اذا صار عندي دامج، لكن بنفس الوقت الساكرال كورد سيجمنت، ساكرال كورد اللي يصل من الساكرال من هاي الضفيره الى البلادر او الكدني للبلادر ستيل انتاكت، راح يحدث عندي ميكتشوريشن ريفلكس كان ستيل اوكر ولكن no longer controlled by the brain، وانما الكدني اوتوماتيكلي او البلادر اوتوماتيكلي هي اللي تكون تسيطر على هذا النوع، او خلينا نقول هي اللي تنظمها هاي العمليه، وليس عن طريق البرين، عن طريق الهاي برين سنترز. الحاله الثالثه من الابنورماليتيز هي نيوروجينيك بلادر. شنو هي تحدث بها؟ frequent and relatively uncontrolled micturition، متكرر، frequent متكرر كثيرا وغير مسيطر عليه، يعني بول غير مسيطر عليه. هل تحدث منين؟ partial damage in the spinal cord or the brainstem، اذا صح هاي الحاله ممكن تحدث اذا صار عندي في مكانين اما بالسبينال كورد او بالبرينستيم فوق بالدماغ. That interrupts most of the inhibitory signals، بحيث تتقاطع أو تؤثر على معظم الانهبيتري signals. Inhibitory إحنا قلنا أول واحدة منهن اللي تسمح لي على سوي لي dilatation لل external sphincter وتبدأ تسمح بخروج اليورين. إذا هذه انضربت ها بعد تبقى قافلة هاي العضلة، زين من ينطيني هاي الامبلس؟ زين الكورد يعني حتى اذا كانت موجوده، اذا ما موجوده شلون راح يخرج عندي اليورين؟ تبقى مغلقه. لكن بنفس الوقت فاسيليتيتري امبولسز اللي قلنا عليها بالبونز باسنج كونتينيولي داون ذا كورد عن طريق هذا الكورد المتبقي ما بين البارشال، هذا يعني ورا الدامج اللي موجود مع شو اسمه العفو ويا البلادر. ايش راح تسوي لي؟ تخلي لي السكرال سنترز سو اكزايتبل ذات ايفن ا سمول كوانتيتي اوف يورين ويل الكت اند انكونترولد ميكتشرشن ريفلكس اند ذير باي بروموت فريكونت يورينيشن. راح تخلي هاي المناطق دائما في حاله تحفز دائما، وبالتالي اي كميه صغيره تجي راسا تنطي اعاز. لذلك تشوفون المريض يقول له يروح للطبيب يقول له انا كل خمس دقائق اروح وكميات قليله تنزل من البول كل خمس دقائق ويستعد. سببها هذه الحاله او ما تسمى نيوروجينيك بلادر.
واذا عندي الافكت اوف سباينال كورد ترانسكشن، اذا صار عندي قطع في السباينال كورد او تحدث ديورنج سباينال شوك، اي صدمه سباينال شوك، ذا بلادر از فلاسيد اند ان ريسبونسيف، تكون البلادر لا تستجيب، متوقفه معطله ولا تستجيب، وتصبح and become overfilled and urine dribbles through the sphincter، يعني ما يسمى بالincontinence أو ما نعنيه إحنا بسلاسل البول، تصبح ممتلئة، لكن البول البلادر معطلة ما تشتغل، لا تتقلص العضلات مالتها وتسوي ضغط، ولا تسوي inhibition، تطي رفلكس على مودين تصين inhibition ويفتح لي هاي السفنكتر وتمشي، شو راح يسوي؟ كثرة الامتلاء أو امتلاءها الزائل الأكثر عن اللزوم يؤدي إلى نضوح أو مرور بعض القطرات إلى الأسفل، وتخرج يخرج كميات من البول بشكل قليل جدا وبدون السيطرة عليه، ويسمى بالأوفر فلو انكونتيننس، يعني البول اللا إرادي بشكل كبير جدا يعني. وإذا حدث عندنا هذا الشوك صار بالسباينال كورد لعدة أسباب، ما ندخل بتفاصيلها لأنها متنوعة، لكن إذا زال عندي هذا spinal cord أو عبارة spinal shock عفو has passed the voiding reflex returns، الإحساس مال هذا الرفلكس يرجع إلى طبيعته، على الرغم من أن هنالك no voluntary control and no inhibition or facilitating from higher centers when the spinal cord is transected، مثل ما تعرفون يعني، لكن يحدث يعني ما يصير عندي بعد، إذا صار عندي قطع تام no voluntary control and no inhibition or facilitation from higher centers، وإنما يبدأ يعتمد على الكدني نفسها تمتلئ، زيادة الامتلاء تؤدي إلى خروج جزء من البول. احنا وصلنا ويا زملائكم إلى هذا الموضوع، وإن شاء الله نكمل معكم بالدرس المقبل إذا الله انطانا عمر يوم السبت بالدرس الإلكتروني. إذا أحد من حضراتكم عنده سؤال استفسار يريد معلومة، نحن جاهزون للإجابة عليكم. يعني إذا لحقنا هذا نكمل هسه باعوا هذا هسه هذه دايريتكس، بس لحظة وين راح هذا حياته، هذا الدايريتكس واليورين شنو ومكوناته، بعدين نبي نتكلم الرول يوريا دورها كلش مهم، هاي اليوريا، بعدين راح نتكلم على هي هاي بعدنا باليوريا شلون تخرج، ثم الصوديوم وبوتاسيوم والميكانيزم مالته، نحكي على الاندوست وتكملتها طبعا كلها بالبوتاسيوم، ديك شوفها كلها بالبوتاسيوم، بعدين نتكلم على الهيدروجين سكريشن، هاي اخير شيء رينال هاندلنج اوف فوسفيت، يعني العناصر كلهن هذني نبدي كل وحده شلون داخل الكدني شلون يصير التعامل وياها، كالسيوم فوسفيت هيدروجين ايونز بوتاسيوم هاي بوتاسيوم صوديوم يوريا ها والرول اوف يوريا واليورين شنو والدايركتكس، هذا هني هي اللي كلها بقت لنا، احتمال الاسبوع المقبل يعني الساعه الالكتروني نكمل بها او جزء منها يبقى بالساعه الحضوري او نصف ساعه حضوري ان شاء الله. بعد منو عنده سؤال ابنائي؟ الحضور بلي انا سيد، انت منو انس؟ احمد انت البارحة ما سجلت اسمك؟ البارحة لا هسه اضيفك واضيفك على القائمة مال البارحة.